صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حديث لبنان ليوم الجمعة 16 من تموز 2010. كما كان متوقعا، فقد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين إلى 17 من آب المقبل، إفساحا في المجال لمزيد من المناقشات ولكي يتم الإقرار لهذه القوانين بالإجماع. وقد كانت الأجواء مريحة في المجلس من دون أي تشنج أو توتير على خلفية هذا الملف، لينصب الاهتمام على موضوع العمالة وكشف الجواسيس الذين بدأوا يتهاون في شركة ألفا للاتصالات. وهناك معلومات عن توقيف موظف ثالث، مع تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة إبعاد هذا الموضوع عن الإعلام لأنه أدى إلى هرب بعض الجواسيس. على خط آخر، تبدو الاتفاقية الأمنية مع فرنسا في طريقها إلى الإقرار بعد المشاورات المكثفة التي عقدت بين الرئيسين بري والحريري، والتي استكملت بين بري ووزير الداخلية زياد بارود ليلا، والتي كانت إيجابية جدا. هذه المواضيع وغيرها نبحثها ونحللها مع ضيفنا صباح هذا اليوم الكاتب والسياسي دافيد عيسى. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. سأبدأ من جلسة الأمس في مجلس النواب حول مناقشة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. تم إرجاء هذه الجلسة إلى 17 من آب المقبل، يعني تقريبا شهر إضافي لمزيد من المشاورات ومحاولة يمكن تأمين إجماع حول هذه الحقوق. هذا ما أراده الرئيس بري، أن يتم إقرار هذه الحقوق بإجماع أعضاء البرلمان اللبناني. هالشهر كافي؟ وهل الإجماع ممكن أن يتأمن هذا بداية؟ أول شيء هون بدي حط أنتر جيمي يعني بين هلالين، أنه الموقف اللي أخده امبارح الرئيس بري هو موقف يدل مرة تانية وثالثة ورابعة على أنه الرئيس بري هو صمام أمان فيما خص المواضيع التي تعتبر ملفات خلافية بين اللبنانيين. الكلام اللي قاله امبارح الرئيس بري كلام كتير مهم، وهيدا المطلوب. الملف الفلسطيني ما بدنا نضحك على بعضنا، الملف الفلسطيني هو ملف يشكل نأزة كبيرة لدى المسيحيين، بكل صدق بكل صراحة، بلا ما نلف وندور ونقول. الملف الفلسطيني نحن عنا تجربة مريرة مع الفلسطينيين كمسيحيين. الفلسطيني نحن مع اعطائه حقوقه، وضروري اعطائه حقوقه، مش مثل ما عم بينقال لحتى يبطل يصير ارهابي ويبطل، مش مزبوط. يعني ما بده بيئة، اللي عمل عمليات ارهابية بامريكا وبفرنسا منه عايش بجو مخيم، عايش باحلى بلدان العالم. نحن لانه انسانيا مفروض الفلسطينيين ياخذوا حقوق من دون ربط هذه الحقوق باي امر اخر. لا طيب، رح برجع على هاي النقطه بعدين. تفضل. يجب اعطاء الفلسطينيين حقوق، ولكن مثل ما الفلسطينيين لهم حقوقهم ولكن عليهم واجبات. ما فيك انا تقول لي والله اعطيني الالي الي والإلك إلي وإلك. لا، الفلسطينيين عليهم واجبات، واجباتهم أولا احترام سيادة البلد، ثانيا التزام بقانون البلد. بأي بلد بالعالم، بأي بلد عربي بالعالم، الفلسطيني يملك سلاح في المخيمات؟ ما حدا. ايه بيقولوا لك بسوريا اخذ حقوقه، مزبوط، بس هو مواطن مثله مثل القطري، مثل هيدا بفوت لجوا ممنوع يحمل شفرة. بالأردن نفس الشيء، بمصر نفس الشيء، بكل بلدان العالم عايش الفلسطيني، ولكن عايش كمواطن يخضع لقانون الدولة التي يعيش بها. نحن مع اعطاء حقوق الإنسانية كاملة 100%، ولكن يجب على الفلسطينيين أن يسلموا أسلحتهم للدولة اللبنانية، وأن يدخل الجيش اللبناني وحده إلى المخيمات لحماية الفلسطينيين واللبنانيين سوا.
هيدا لو إلا ما حدا مستعد يقبل هيدا الموضوع. نعم. ولو نحن ما فينا، كيف بدي أنا أعطيهم حقوقهم؟ بكرة أنا شو بعرفني إذا اشترى شقة وإجا جاره اشترى شقة حده، ما بيعملوا لي كاونت تاني بمخيم تاني بحي سكني وبصيروا يتوسعوا ويطلعوا لبرا؟ لا، أنا عندي نقزة، ما بقدر هاي النقزة، ما بتطمني أنا التصريحات السياسية إنه لا نحن بدنا نرجع ونحن لا، أنا هيدي ما بتطمني. أنا اللي بيطمني لما نشوف الجيش اللبناني موجود بالمخيم الفلسطيني، لما نشوف السلطة اللبنانية باسطة أمنها وسلطتها على كامل. هذه أمور يعني صعبة التحقيق اليوم طبعا. خاصة فيما يتعلق بالسلاح داخل المخيم. ليش صعبة؟ صعب لأنه في قناعة بأنه عدد حتى كبير من اللبنانيين هم مع البقاء على هذا السلاح مش داخل المخيمات، لأنه ممكن أن يساهم في مواجهة إسرائيل أيضا. هذا السلاح الفلسطيني هو سلاح مقاوم. هذا السلاح الفلسطيني لم يستعمل يوما في وجه إسرائيل. معلش خلينا بدون ما نكذب، بدون ما نضحك على اللبنانية، حاجة أمتين استعمل؟ بيطلع لك كم واحد بحط لك 3-4 صواريخ بيزتوهم، بتجي اسرائيل شو اي مقاومه؟ استعملوهم الفلسطينيه ضد اللبنانيه، واستعملوهم ضد بعضهم، استعملوهم نهار ضد حركه امل، نهار ضد القوات اللبنانيه. مش مزبوط، الفلسطيني ولا مره استعملوا ضد اسرائيل لسلاحه. الفلسطيني اللي عم بيواجه هو اللي قاعد بغزه، اللي قاعد هداك عم بيواجه، ايه بس هذا اللي قاعد بلبنان ما بحياته واجه، هيدا عم يستعمله لهيدا يعمل رئيس مجموعة أمنه الذاتي يعني. أمنه الذاتي لا. هذا السلاح لن يحمي لا الفلسطينية ولا اللبنانية، ولا نحن عم نقول نحن ضد أعطاء ضد التملك. نحن عم ايه ما 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 أنا ماني عم بقول أنا ضد أعطاء حقوقهم، بالعكس أنا عم بقول أنا بدي أعطيهم حقوقهم، ولكن قبل أعطاء حقوقهم بدي كمان يعطوني واجبات تجاه دولتي. أنا بدي أمن حالي، أنا بدي أكون مرتاح. أنا معلش بحبه للفلسطيني، بس ما بحبه أكتر من ابن بلدي. بحبك يا أسواري، بس مش قد زندي. يعني أنا 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 وأنا ملوع وأنا محروق. أنا كلبناني بقصد، أنا ملوع وأنا محروق وأنا عندي تجربة مريرة. بدك تاخدني مثل ما أنا، بدك تتحمل انه انا، وبدك ما مش تنقز تقول والله كيف هيدا عم بيقول هيك. لا، انا لانه عندي تجربه مريره معك يا فلسطيني بدك تتفهمني. وانا وقلت انا هي صفحه ماضيه وراحت وخلصت، وانا ما اعطى الحقوق للفلسطيني، ولكن مفروض مقابل هذه الحقوق ان يكون واجبات الفلسطيني تجاه الدوله اللبنانيه، احترام لبنان وسلطته الشرعيه وسيادته المتمثله بجيش اللبناني. انا اللي بقصده انه هل هناك امكانيه لاعطاء الفلسطينيين حقوق الانسانيه من دون ما نطلب منهم واجباتهم تجاه الدوله؟ يعني انا مثلا انا بفضل انه يكون الطرح، يعني انا لا نهاد المشنوق ولا سعد الحريري ولا حدا بلبنان بيعطيني ضمانه على انه هذا الفلسطيني لن يكون عبئا في المستقبل ولن يوطن في لبنان. انا اللي بيعطيني الضمانه هو وجود الجيش اللبناني بالمخيمات، هو تسليم الفلسطيني لسلاحه للدولة اللبنانية، بسط سلطة الدولة بالمخيمات. أنا ما بيعطيني ضماني لأنه هذا المشنوق ولا غيره، لأنه أنا لما بيجي بطرح أنا اليوم هذا الموضوع أعطاء حقوق من دون الطرح موضوع الواجبات، هذا موضوع خطير، لأنه مفروض تكون اسمح لي شوي هون. أول شيء بدنا نشوف الشرائح اللي بيطالها هالتروحات. أول شيء يمكن الشيء اللي نحن مش عم نكون دقيقين فيه بالطرح انه اكيد الحقوق اللي عم ينحكى فيها هي الفلسطينيين الموجودين بطريقه شرعيه بلبنان والمسجلين بالدوله، يعني 42 لا وقسم من اللي كمان كانوا تحت لقاء الاتفاق القاهره سابقا اللي هن مسجلين طبعا معروف عددهم الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات
حودي الطروحات الاقتراحات والقوانين ما بتطالن. يعني اول شيء راح يكون برايي باقتراح القانون هو تحديد اي فئات من اخواننا اللاجئين ومعروف عددهم يستفيدوا. في احصاءات وعم بيصير في تطبيق بهذه المواضيع اكثر. اكيد لازم تكون شيء دقيق اكثر لحتى يحدد مظبوط صفه هؤلاء اللاجئين اخواننا الفلسطينيين. هلا تغيرت هذه الحقوق. هلا يعني تغير. بعدنا باطار العدد والصفه المش معروفين حتى تغير. الساعه انا بتمنى انكم لانه الموضوع اخذ كثير ضجه انه في ليونه بموقف القوات بهذا الموضوع. انا اتمنى انه يصير في توضيح حول الموضوع. نحن اكيد اول شيء ما صدر عن طاوله الحوار بالسابقه حول تسليم الفلسطينيين خارج المخيمات الأسلحة غير المخيمات والتعاطي مع كل من هم خارج المخيمات موضوع يختلف تماما عن من هم المستفيدين من هذه الاقتراحات. بدون شك انا معك ومنيح اللي عم تطرحها لانه معك لازم تتوضح بشكل كثير دقيق. صحيح. انه الشرائح التي تطالها هذه الاقتراحات هي بالنتيجه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بصفة ومسجلين قانونيا ضمن إطار التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان واللي بالنتيجة تحت رعاية إلى حد ما الإنروا على صعيد تواجدهم الطبيعي بلبنان كلاجئين إلى أن يتم تحقيق حلمنا بالعودة لوطننا. يعني شوي طمنت اكثر بهالاطار انه معرفه محصوره يعني بمن يعني صار ايه صار هلا يعني منيح اللي صار هيدا الكلام. بتصور هيدا اول كلام توضيحي بيطلع هو على عندكم على الاي ام بي يعني وهي شغله مهمه لانه كانت مبين القصه كثير مش واضحه كانت عامله نقزه خصوصا يعني انه مش طرح انه القوات عم بتصير بطرح معين اليوم توضح. بس بعد مسألة كمان الصفة والأعداد يعني يعمل عليها بعد غير واضحة. انا برأيي المتواضع وانه الوضع الموضوع رح ياخد فترة من المشاورات قبل اقرار هذا الموضوع. طيب بالنسبه للأونروا وعدم يعني تقديم التزاماتها كما يجب. انا عرفت حدا امبارح من النواب خبرني انه الأونروا وما بعرف اللي بيتعاطوا بالموضوع الفلسطيني بده يسكروا من هلا لكم شهر يعني مسكرين وبدا التنصل يعني من هذه المهمات وبالتالي القاء على عاتق لبنان. عندما سئل رئيس الحريري بعتقد من صحيفه المستقبل هذا السؤال قال بانه لا يستبعد ان تكون الازمه الماليه العالميه كمان اثرت وشو انه نحن على مساعدات الأونروا شو نحن النفط ونحن كرم على درب يعني بلبنان انه والله نحن فايد عنا ومنا داخلين بموضوع الأزمة نحن أنجأ مواطنين معطرين يعني خلي اللبنانية بالأول خلينا نشوف اللبنانية. لا موضوع هذا خطر كتير ما بيصير مش هيك بيتعالج. هذا موضوع يجب على الأونروا وعلى كل المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين وأن تتعاطى معهم بشكل لائق وشكل مثل ما كانت عم تتعاطى معهم من الأول للآخر. يعني على الأرجح كمان الموضوع سوف يأخذ مزيد أنا برأيي البحث ومش مسألة شهر ومطلوب يأخذ بحث لأنه لمصلحة الفلسطينيين واللبنانيين أنه ينعمل مش على زغل هيدا موضوع. يعني ليك اتفاقية القاهرة انعملت على زغل وندموا اللبنانية اجا وقت لغيوا الاتفاقية. نحن مفروض ينعمل كل شيء على محبة على تفاهم على حوار مش نفوت بعضنا والله نفرض هيدا وهيدا ربح وهيدا خسر ونفوت بالتكتكات هيدا منه موضوع سياسي منه موضوع سياسي داخلي. انت بتربح اكتر وانا بربح اقل وانت بتاخد نايبين او بتاخد رئيسين بلدية من هون. هيدا موضوع وطني هيدا موضوع مصيري لابني وابنك وابن كل واحد لبناني بالمستقبل اللي بدنا نحافظ على وطننا. نحن وطننا صغير 10452 ما بيحمل واحد لا توطين ولا غير توطين. نحن كمسيحيين ما بنحمل زيادة العدد الديموغرافي للفلسطينيين اللي هو يعني نحن بدون شيء هلا صرنا 30-35% شو بدنا نصير عم نحكي الامور بوضوح. هيدي الهواجس والمخاوف هيدي هواجس مطروحة. نعم.